السلام عليكم أصدقائي وحبايبي، وياكم أخوكم مصطفى من ألمانيا. طبعا أعزائي أصدقائي أحبائي، اليوم حبيت أشرح لكم طبعا هذه هي الكمامة أنا صنعتها بالبيت. أنا أحب الكمامة تكون هكذا كبيرة، يعني تغطي الوجه كامل، أحب ذلك، يعني لذلك سويت هذه الكمامة أحبها. المهم الحلقة راح تكون باللهجة العراقية، طبعا راح تكون الحلقة عنوانها على الزبالة، شلون تسوون الزبالة، شلون تقومون بفصل الزبالة، تفصلون الزبالة بالبيت، الزبالة اللي عندكم بالبيت، حاولوا الزبالة اللي خاصة بالأكل، يعني الخضروات والفواكه، الزود، اللحم، الدجاج، المعرف إيش، التمن، الخبز، هاي الشغلات اللي الزود لا تخلطوها ويا الزبالة البقية، حاولوا تجمعوها بتشيس كل 3 أيام، بتشيس بعلاقة، تشدون هاي العلاقة وتحطوها على صفحة. تجمعوهن هكذا 4-5 علاقات، بعدين تشيلوهن وتذبوهن بالحاوية على شكل علاقات. ليش؟ حتى الحاوية راح الريحة مالتها بعد ما تطلع منها ريحة إذا سويت هاي الطريقة. الشغلة الثانية، تجمعون الكراتين والبلاستيك كلهم، تظلون تحطون علاقة بالبيت، تجمعوهن البلاستيك والكراتين بتشيس، بعدين تروحون تحطوه يم الحاوية تشدوه بتشيس، حتى من يجاوب الزبالة يعني حتى راح يترحم لكم على هالشي. وهو هاي الشي والطريقة الحلوة والزينة يعني إذا واحد تعلمها. الشي الثالث هو البطالة مثل مع القزاز أو شغلات القزاز، كلها همات تجمعوها على صفحة، يعني واحد ما لازم تصير ويا زبالة الأكل، يعني هو فصل الزبالة هذا الشي كلش حلو إنه واحد يفصل الزبالة، يعني تقومون بفصل الزبالة تفصلون الأكل وحد العريق مثل ما قلت لكم، تفصلون البلاستيك والكراتين وحد بعلاقة كبيرة، والقزاز يعني الشيش القزاز هاي همات وحد، راح تشوفون يعني فتشي كلش حلو، يعني همات الحال أبو الزبالة راح من يشوف هالشي راح يكيف حيل، وبالنسبة لكم انتو همات يعني راح تتعجبون بهالشغلة انه الريحة مال الزبالة راح تروح، وهم حلوة ومفيدة يعني أحسن ما تلخبط الزبالة كلها. وأنا أتمنى أصلا هي الحكومة تسوي لكم هالشي، يعني يصير لازم إلزامي، إذا صار إلزامي والناس راح تسمع من عنده وتسوي هذا الشيء فراح تصير فائدة كلش كبيرة. يعني إحنا بالمانيا عندنا هذه البلاستيك مثلا، هذا البلمانيا عندنا يرجعوه ويسوون عنده بطالة بلاستيك، مثلا عندنا الكراتين عندها ترجيع ويسوون منها كراتين ثانية مع المواد أخرى، عندنا مثلا الاكل هذا اللي ينذب كله تقريبا يعني اكثريته يسوون من عنده انتاج الكهرباء، مثلا الادوات، الطابعات، ما اعرف شنو، البلاستيك، اكو شغلات هواي يعني النعل، ملابس، هاي السوالف كلها. الملابس شو يسوون بيها؟ الملابس هم شغله تخبط، تجيبون الملابس ما تردون ما تحتاجوها تحطوهن بعلاقه زرقاء كبيره هاي مال الزباله، وتظلون ترسون بالملابس احسن ما تذبوها، احسن ما تذبوها بالزباله، تجمعوها بعلاقه زرقاء وتكتبون عليها هذه هي للهديه او هذه هي للفقراء، تحطوها بعلاقه زرقاء وتجيبون هالعلاقه تحطوها يم الباب. احنا هنا شقد حلو عندنا بالمانيا، هوايه من تفتار تشوف هواي بيبان حاط يم الباب علاقه مال ملابس، مثل كاتب سوفر شينكن يعني الهديه، مال الاحذيه، مال ادوات مثل بالبيت ما يحتاجها يريد يذبها، ما يذبها بالزباله، يهديها للناس المقابل اللي عايشين يمه، جيرانه، للناس اللي رايحه جايه، حتى الاكل اذا واحد عنده اكل زايد او كذا يحطه بعلاقه خبز او شيء يعني ما يابس ما بي شيء، هم يكتب للفقراء او واحد يعرف فقراء يروح يودي لهم اياه، يعني لا تذبوهم بالزباله. الزباله مو كل شيء هي، يعني ما يصير واحد يذب بيها كل شيء، الاكل، البلاستيك، الكراتين، القزاز قلت لكم تفصلوا، الملابس ما تذبوها، مثلا العتيقه ما اعرف شنو اكو ناس هم تلبسها فقره مثلكم او مثل غيركم. يلا تحياتي لكم، هاي الحلقه كانت جدا 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 صغيره، يعني صغيره لكن مفيده اعتقد. مع السلامه، تحياتي، كان معكم اخوكم مصطفى العراقي، طبعا انا الساكن اللي بالمانيا من برلين. مع السلامه، بوساتي لكم جميعا أصدقائنا وحبايبنا من ألمانيا. طبعا إذا عندكم كان أي سؤال اكتبوا لي فقط بالتعليقات أو بقناتي فروم إنسايد جيرماني بالفيسبوك أو أي مكان آخر، إنستغرام مثلا. يلا مع السلامة.